بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ توفيق ماهر رئيس مجلس الجهوي لعدل استنافية مكناس، أتينا لهذه الندوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية لعدل الشباب والتي تهم مشروع 16-22 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي. كنا ننتظر مشروعا يستجيب لمتطلبات للمتطلبات الرقمية والتحول اللي عرفوا المجتمع المغربي. تفاجأنا بمجموعة من التراجعات حول القانون. كنا نأمل قانونا عصريا، قانونا حداثيا يحمل في حملته نية التغيير، إلا أننا فوجئنا بأن المهنة يراد لها أن تبقى في نمطيتها، يراد لها أن تبقى في جلبابها التقليدي. نحن نأمل، نحن نعيش أزمة نص قانوني. المهنة فيها بها كفاءات علمية عالية، كفاءات عالية جدا. نحن نساعد القضاء في مجموعة من القضايا، نحن نساهم في الاقتصاد الوطني. السادة العدول انخرطوا في الرقمنة، انخرطوا في مجموعة من في المعاملات العقارية. نحن نسعى إلى الأمن التوثيقي وإلى توجهات ديال الدولة فيما يخص الرقمنة وتبسيط المساطير إلى غير ذلك. لنتفاجأ بتراجع الوزارة. نحن كان المكتب التنفيذي السابق أنه بشرنا وأنه أعطانا مشروع قانون على الأقل فيه واحد المجموعة من المكتسبات. لنتفاجأ خلال هذ الشهرين الأخيرين بواحد المشروع اللي تيتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يكرس لتلك النظرة النمطية التقليدية للمهنة. نحن نطالب بمشروع قانون. إذا كانت الوزارة عندها واحد النية صادقة أنها تطور، خصنا المشرع المغربي ينظر لهذه الفئة. نحن كمكون ونستجيب لمجموعة من الحاجيات، سواء انخرطنا في الرقمنة، انخرطنا في مجموعة. نحن لا نريد أن يلبسونا جلباب التقليد. نحن ليس آثار. دائما نواجه بأن هذه المهنة أنها مهنة عندها واحد ثوابت. عندها، نعم، نحن في ثوابت وفي دولة الحق والقانون. نحن نتكلم، إلا تحدثنا على هذا على هكذا خصنا نتحدثوا على الدستور ديال المملكة اللي جات يساوي ما بين المهن. يعني ما يمكنليش أنا المهني ديال التوثيق العدلي أنه دكاترة وأساتذة تبارك الله ومكونين وأساتذة جامعيين، يعني هما تيربيو الأجيال وهما تيتدرسوا على يديهم أطر ديال الوزارة ومحامون وأساتذة وأطباء إلى غير ذلك، وأنه يتحرموا. وأن احنا كنا تنتظروا أن واحد يجينا واحد القانون اللي يعطينا نية صادقة ديال التغيير نحو الأفضل، إلا أننا تفاجئنا بأن واحد القانون تيجي. بقينا تنقولوا بأن القانون 16-03 أرحم من هذا القانون، وبالتالي هذا نداء للجهات الوصية أنها تواكب هذه المهنة. راه تتعرف واحد التطور، وأننا حنا خصنا واحد القانون، لأننا بشكل أو بشكل آخر نسعى أن الدولة ديالنا تتطور بجميع المؤسسات ديالنا. وهذا نداء للمشرع أنه ما نكونوش حنا غاديين في واحد الواد والقانون ديالنا في واحد آخر. إلا كان هذا القانون يجي يزيد يكرس لنا هذه الوصاية وهذا التحجير على المهنة، أننا نبقاو في القانون ديالنا أرحم. وتنشكر جميع وسائل الإعلام وعلى والجريدة ديالكم على التواصل ديالها باش تبلغ، وانتم هما النافذة ديالنا باش تبلغوا للرأي العام هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.